ينضم معنا لمزيد من التفاصيل السيد أحمد الخطيب مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين. سيد أحمد، بداية مرحبا بك. ماذا عن حملتكم الإغاثية الأخيرة في قضاء عانا، وما الدوافع التي جعلتكم تسارعون للقيام بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة مباركة لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك. ضمن حملة العراق الجامع المستمرة، وزع القسم الإغاثي وبالتعاون مع منظمة الفلوجة الإغاثة الإنسانية المساعدات الغذائية مع قناني الماء على العائلات في قضاء عانة، حيث شمل التوزيع 500 عائلة، وهذه هي الحملة الثانية خلال هذا الشهر، يعني الحملة الثانية لإيصال المساعدات إلى قضاء عانة بعد المناشدات الكثيرة التي وصلتنا من أهالي القضاء. يعني الحمد لله تم إيصال هذه المساعدات رغم الصعوبات الأمنية التي واجهت الفريق الإغاثي، كون الطريق لا زال عسكريا وهناك تحضيرات لعمليات عسكرية في قضاء راوة. هذه الحملة عفوا، يعني بعد معاينتكم للظروف التي يعيشها أهالي قضاء عانا، كيف يعني تنظرون إلى هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها حاليا الآن؟ يعني من خلال رصدنا أحوال العائلات الموجودة في القضاء، المواد الغذائية لا زال الاحتياج لها ضروري من قبل العائلات، والعائلات ناشدتنا يعني توفير أمور غير المواد الإغاثية منها، وهم مقبلون على سنة دراسية جديدة يحتاجون إلى توفير المستلزمات الدراسية للطلبة الابتدائية، وهذا إن شاء الله حتكون مشروعنا القادم، أنه توفير الحقائب والقرطاسية للأطفال. يعني هناك أكثر من 4 مدارس 2000 طالب وطالبة للمراحل الابتدائية المتوسطة، الأدوية والمستلزمات الطبية. أحب أن ننوه أن القسم الإغاثي خلال هذا الشهر قام بتقريبا 15 حملة إغاثية في إيصال كافة المساعدات، يعني مساعدات متنوعة للمخيمات النزوح في محافظة الأنبار، عمرية الفلوجة والخالدية والحبانية والثمانية كيلو، وأيضا مخيمات النزوح في أربيل عائلات النازحة. وكانت عدد يعني مجموع العائلات المستفيدة من هذه الحملات تقريبا 3750 عائلة تم إحصاء هذه العائلات. حملتكم الأخيرة جاءت بعد مناشدات سكان قضاء عانة، يعني هل ستتواصل مثل هذه الحملات أم أن لديكم وجهة أخرى من خلال برامجكم الإغاثية؟ من خلال قناة الرافدين ومن خلال الاتصال حضراتكم بنا، احنا دائما نوصل رسالة ونوصل انه الهيئة تكون سباقة في ايصال المساعدات. مثل ما تعلمون ان الحملة الاولى كانت اول، يعني القسم الاغاثي اول منظمة اغاثية يصل الى قضاء عانة ويعني يوصل المساعدات الغذائية لهم. نحن مستمرون في ايصال المساعدات الغذائية ورفع المعاناة عن كافة العراقيين. وحقيقة ومن خلال قناتكم احنا يعني اليوم تمينا ايصال مساعدات الى العائلات الكردية النازحة من مدينتي كركوك والدوز في محافظة السليمانية، ولنا مشروع انه في ايصال المساعدات الغذائية والإنسانية ايضا الى العائلات الكردية النازحة في محافظة أربيل. الهيئة ومشروع الهيئة هو لكل العراقيين، أينما يعني وجد عراقي يحتاج إلى مساعدة فستكون الهيئة سباقة في إيصال المساعدات لهم إن شاء الله. شكرا لك أستاذ أحمد الخطيب مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين.